السلام عليكم، اهلا من جديد في اتوبيس السعاده. حلقتنا النهارده عايز اقول لكم ان احنا بنحضر لها بقالنا شويتين ثلاثه، لان احنا في بورسعيد. ولما نقول بورسعيد يعني هنقول الشعب الجدع والناس الطيبه المضيافه وصفات حلوه كتيره جدا. ده غير ان البلد وانت فيها حاسس كده بذكريات حلوه، حاسس بريحه حلوه، كل مكان فيها كل خطوه فيها كانك في متحف الحقيقه. يعني التمثال اللي ورايا مثلا ده خليط جميل جدا، هو تمثال مصر مبدئيا، وفوق قرص الشمس، والجناحين السلام. وارتفاع التمثال ده عالي قوي على فكرة، لما تيجي تزور بورسعيد هتكتشف انه عالي جدا. ليه؟ علشان الناحية التانية كل السفن اللي ماشية تشوف وتعرف عظمة البلد وتعرف عظمة مصر، وكل الرسائل اللي احنا عايزين نوصلها بتوصل. مصر دولة رقم واحد، مصر عظيمة بشعبها، وبورسعيد عظيمة بأهلها. حواديت وقصص كتير وأماكن كتير هنزورها النهاردة مع بعض في حلقتنا من أتوبيس السعادة في بورسعيد. وعشان كده شعرنا النهاردة في حلقتنا من أتوبيس السعادة اكتشف مصر مرة أخرى، اكتشفها من جديد. وده اللي هنعمله في أتوبيس السعادة في حلقات كتيرة جدا. كل اللي عليك بعد ما تشوف حلقتنا النهاردة تشد الرحال وتنطلق فورا على بورسعيد. خير، عاملين ايه؟ والله العظيم انا عايز اقول لكم احنا بنرتب الحلقه دي بقالنا زمن، والله بجد حلقه الاتوبيس دي يعني. انت مبسوط كتير، انت مبسوط، انت هتنبسط. انت عرفوني بيكو، تعالوا كده كل واحد بقى يقول لي مين ايه، تعالوا جنبي كده انتشروا. نبدا نرمين سامي، مريم يوسف، مريم يوسف هشام. تعالى يوسف جنبي كده. يوسف هشام. يوسف هشام. أيوة. بابا سماكوا نفس الاسم ولا ايه؟ انا هو اخوات. ده صح. طيب احمد هشام. جاكلين محمد. ازيك يا جاكي؟ عاملين ايه؟ كله حلو. بصوا بقى، احنا النهارده عندكم، احنا من الاخر اتوبيس السعاده جاي ضيف في بلد محدش يقدر ينكر انها من البلاد صناعه السعاده. احنا جايين النهارده وناويين بجد ان احنا يعني لا قاعدين، احنا هنظبطك يعني. طب يعني انتوا مبسوطين ان اتوبيس السعاده موجود؟ احنا مبسوطين جدا باتوبيس السعاده، ومبسوطين اصلا ان انت موجود معانا في بورسعيد. ربنا يسعدكم يا ربنا يسعدكم. وانا النهارده انا هتعبكم معايا، لان احنا هنبقى ما يعني انتوا هتبقوا بالنسبه لي المرشد بتاعي، انتوا الجايد بتاعي في كل حاجه. طيب المعديه، مين عنده كل واحد يقول لي معلومه حلوه كده عن المعديه من المعلومات اللي ممكن كتير ما يعرفهاش. بصوا احنا، طب تعالوا بقى عشان جبنا سيره المعديه وقائد المعديه، انا عايز ايه؟ طيب هو هنا القائد صح؟ يبقى قاعد فوق؟ تمام. هنا مكانه؟ ايوه. طيب انا هطلع له بقى، اعملوا لي باي باي. اعملوا باي باي. يلا، هو الباب من هنا ولا منين؟ يلا، السلام عليكم.